طيب حضور فلاديمير بوتين في قمة العشرين، يعني هم تحدثوا عن موافقة مبدئية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل حضور هذه القمة، كيف تراه؟ هذه محاولة من محاولات بوتين، يعني لعل يعني يجد له يعني أن يحفظ ماء وجهه من هذه الحرب. الحقيقة هذه حرب يعني أعتقد أن بوتين كثير تسرع بدخول أوكرانيا وبشن الحرب على أوكرانيا. الآن هو أعتقد يعني عنده رغبة أن يحفظ ماء وجهه، ولكن قد ينفع هذا، يعني 28 ممكن ينفع بوتين إذا كان صار في إمكانيات لحل حاله من تحت الطاولة. يعني ما تعرف الغرب كم هو مستعد لأنه يقوم بخطوة مقابلة، لكن كما نعلم نحن يعني قطع الغاز والبترول الأحفوري أو الطاقة الأحفورية عن أوروبا تشكل لأوروبا عائق خطير جدا، ويعني تدمير الجوانب الاقتصادية في أوروبا، وبالتالي كمان أوروبا متضررة من هذه الحرب، وبالتالي قد يكون هناك يعني صيغة من صيغ إنهاء هذه الحرب أو هذه يعني هذه المعارك هنا وهناك من أجل يعني صيانة الاقتصاد الدولي أو الاقتصاد العالمي.